مسرخيخي ياتي خواتاتي بناتي اليوم نديركم غراتين ساهل ماهل. واش نسخصو فيه؟ نسخصو فيه بطاطا نقطعوها صغيرة ونحطوها تغلي في الماء والملح حتى تولي هكذا كي لابوري. ونسخصو هذه فيونداشي والحية، ولا ما عندكش فيونداشي تديري هكا كيما انا درت، خذيت صدر الدجاج ورحيتو. عندك صدر الدجاج، عندك شاورما، عندك اللحم مرحي، لي عندك توفرت لك ديريها. وهنا واش عندنا؟ عندنا لاصوص تاع طوماطيش، هذه كيف طيبناها هذه مليحه للبيتزا لي غراتين هادو توجديها. واش ديري لها؟ تاخذي 4 حبات طوماطيش يكونوا مليح، تقطعيهم تزيدي لهم شويه ماء وحبه بصل وسني واحد 4 سنيناتهم وشويه دير لهم شويه كركم شويه عكري شويه راس الحانوت اللي عندك لي زيبيس اللي عندك وشويه ملح وتخليها طيب ومن بعد ترحيها. واللي ما عندهاش الرحيوه الحيوه لا ميكسور، انا واش استعملت؟ خديت لاغاب، هذه راكم تشوفوا خياتي لاغاب تربي بها هذيك حبتك تاع الطوماطيش، وتوجدي لاصوص تاعها وتخبيها وتوجديها مليحه للبيتزا وكامل. وعندنا شويه فرماج تاع الشيدر كيما قلت لكم هذاك تاع الميزانه، وعندنا حبه بيض. دوكا خياتي نبدا بالطريقه. دوكا خياتي واش نديرو؟ نديرو شويه ملح لهذاك صدر الدجاج وشويه ملح لهذيك البطاطا، نزيدو شويه عكري كيما نديرو للبطاطا نديرو نتبلو الصدر تاعنا، شويه عكري شويه راس الحانوت وشويه كركم. لي زيبيس ديالك كيما فات تستعمليهم ديريهم. هكذا البطاطا تاعنا ونبداو نخلطو. ما تشوفوا خياتي ها خلطنا هذيك البطاطا اللي خلطنا لها كاع لي زيبيس، وهذيك صدر الدجاج اللي الحين اللي قلت لكم تعوضوه بالفيونداشي اي عندكم. بعدا ناخذوا المولد تاعنا، ناخذوا شلخه زبده وندهنوه، ندهنوا شلخه زبده هكا كما راكم تشوفوا المولد تاعنا صافي كلش راهو طايب. ناخذوا وكنشمخوا يدينا، نشمخوا يدينا بالماء كونوا يدينا بقايا بيان سيغ، ونديرو هكذا راكم تشوفو نديرو هكا دي بوليت ونستفوهم في الوسمو تاعنا. ها شوفو خياتي دوكا ناخذو هذا الكيس والقاعة تاع الكيس نديروها هكذا في كل حبة بطاطا هكذا هكذا في الوسط في وسط البطاطا هكذا لا فوق بطاطا. كبيرة هكذا دوكا نديرو هادو لي بول نديروهم دي بول هكذا نحطوهم هكذا فوق هذيك البطا نكورو شحال من التكويرة هكذا ونحطوهم فوق الواسمة. دوكا شوفو هكذا درنا لي بوليت دوكا نديرو هذوك لاصوص هكذا لي طيبناها هكذا فوق كل حبة هكذا حتى نعمرو نغطيو كاع الواسمة ونديرو الفرماج تاعنا هكذا ونحطوها في الفوق ومن بعد نوريكم في صحن التقديم. هاي شوفوا خياتي كيف خرجت لنا، شوفوا تشهي بالصحه. نغسل لكم شلخه باش تشوفوا بعينيكم. ها شوفوا خياتي ها بالفرماج تاعنا ها راكم تشوفوا ها شوفوا وش هي طيبه وش هي طيبه. وان شاء الله تدعموني واشتركوا في قناتي وصحاشاتكم.